السلام علیکم، ویلکم ٹو سید ایم شاپیش یوٹیوب چینل. تاریخ 13 فروری 2024 تیوز دیرز دا ٹیم دے مشپشی نوائیم بجا کودگی شوی دا کور علی سنو پی خوش نواب محل ایسا ترخی دا لادیو بخی دا غیر دی جنوزی پسیل سلا کرو دی تو سب کوئی کورنگ دو تو تا مخبرات تاو گیتا دا یو دا غدنی خوشتا جا دا یو دا مخبرات نصیب کی از لا دا غیر پیملی ورسای چسومی دا غوتا جا ترائی زرس آب دو کی جنوزام وقتی ریکورد کتو سی پرا بس دو بلگ جنوزا دا ایتر آو دو سما مرتغان چو پوسی ټول دی علاوه بخي و زاد مخي خير کي زرين او نوړو زه خوشاله مو زه خپل چې له دې په پخې یو یوه لا تر ورو دي یوه دې په نازو دي او د دې قرار دی په نازو کې ټول ټول ملګري او صاحب دغه نازل دي زه زنه دا اوره حالا که نجام دی بس مرک مچی که خوشی وارا بستو چیگه ما حال دکی ده آقا ای حال دکی ده خواه ویرا لوزا حاک نواز کرو نه بس جنازار آورسی ده خیر اصا السلام علیکم. السلام. ما دو خوشنود در زیر ولی در انگلند. اگه وقت بی بچه جنازه.
مسالہ دیو بخیر ګل امین خو دې ټول لوای کینو ته چې کوم خپل دی هغه ته دې خو دې پکې زړه صبر امين او نور سوي ما بس کا خیاته من مونږ راغلي دي ډېر هم قال خپل پردي سره دي خپل پردي سره دي والا دیو بخیر ګل امین او بس مو ته پټول ته دوا شو وعليكم السلام جی بالکل بخیر دا بس ته نو زګر سو غار او کسره Thank you.
السلام عليكم. Olé. Estamos pasar que hicimos a primo dispuesto para dar mal por abajo, para salir y no, para Ну что, да?
انا راوح غيرها نكون غرفان كان محل شتر في الراديو باغي فكرت في سيرا بدا بدون دي ريكوردينغ انا اقول نا بس میا خیر شکور ټ مکبری کې موجود دي ټیم کې وختي را کوجیو تدبین وختي مو وکړو زنه نو پات والا دی وبخي ته اوس په لګه مزات آی تر کوشو ډوړ مرتا ګون دی په یلا په کوم چوپت شو دي نن دا ټول مکبره دی الله وبخي کوم مرتا ګون چی پروت دی تدبین سي سره په دې کې چې نو زار اوسې دا کوم انا راجوزي بس والله دي بخي الله دي بخي اول خطوه تو توصل له ميجو كل سبيلو دي دي بخي بخي ودينا ما كمي باجي نزاو كادي الله زي ما غادي تنوز مور قول له الله بخي بس تو هكا لارد بس يا ترى نشتي تو زال ابو بول وشو له دي غادي نسال ازادي ماسك سوني كي ولا دي تا لو سابارا سوني لا 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 لا
ګوري لوی ده زارو سیرو سی كيف تجعل هذا المكان مجرد 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 سلام عليكم
مظهر خان اللي مجھے كل مالا شاطر خير تاريخ وفات 11 دسمبر 2016 وہ مرحوم بلیتی ایک قبر دے بلیت خان اللي بہارت خان مالا شاطر جالا دے اوپر خير ایک قبر دے بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا سيدك ثم مرجون ذي خبرك خدمتك لله خير الأجر وصوابا ثم مرجون جنازك شركت كريدي لری زینه تکلیف کرے دی اللہ طول راجر و ثواب ورکی اللہ دی طول مقبری وارو تمغفرت نصیب کی اللہ رب العالمین زمن خاطب کو ایمان ورکی اللہ رب العالمین دی مل گری و شمر کو تاہیل شیدی استنا فرمانے نے اللہ طول متمعاف کی اللہ شان حساب و شرع کی اللہ دا عفو و عاقب معاملہ و شرع کی اللہ دا قبل رضا اظہار کی ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.